بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية عطرة لجميع الإخوة المستمعين والمشاهدين لقناة أصحاب البصائر. هذا الفيديو إن شاء الله تعالى هي ما هو إلا مجرد رسالة تعزية إلى الساحة الفنية يعني والصحفيين بصفة عامة والقناة الثانية بصفة خاصة في مصاب الجميع الذي انتقل إلى عفو الله عز وجل صلاح الدين الغماري. كنقدموا التعازي ديالنا لجميع المغاربة أسرة عن نفسي ونيابة عن جميع أفراد أسرتي وكذلك قناة أصحاب البصائر المتواضعة. إذن إخواني أخواتي خصنا نفهموا واحد المسألة جد مهمة جدا. دائما كنهضر بالدارجة المغربية باش كل شيء يستفد ويفهموا إخواني وأخواتي المغاربة أشنو كنقول. كيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في واحد الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه عز وجل أن الله تبارك وتعالى إلى حب العبد ديالو كيخبر جبريل عليه السلام كيقول له يا جبريل إني أحب فلان يعني أنا كنحب فلان حسك تتحبه تحبه. جبريل ملي يحب هذاك الإنسان كيجي الملائكة كيقول لهم إن الله يحب فلان كيقول لهم ربي سبحانه وتعالى راه كيحب فلان وكيحبوه الملائكة وكتنزل المحبة ديالو للأرض وكيكون عنده القبول في الأرض. إذن هذا الشيء اللي لاحظنا في هذا السيد الذي انتقل إلى عفو الله عز وجل ولا نزكيه على الله سبحانه وتعالى أنه في الأوان الأخيرة ربي سبحانه وتعالى نزل المحبة ديالو للأرض وحب الله عز وجل وحبته الملائكة وحب أهل الأرض ولا نزكيه على الله عز وجل. هذا السيد هذا يعني وصل واحد الرسالة مهما يعني وصل في العلم والثقافة وصل واحد الرسالة للمجتمع المغربي في أيام الأزمة حتى ولو الناس فهموا ما لهم وما عليهم. وأنا حصل لي الشرف كنت تلقيت معه في سنة 2000 وثلاثة بواسطة الجمعية الثقافية المكفوفين بالمغرب التي يترأسها الأستاذ المحترم ومربي أجيال عمر أجابون. كان يعني جال عندنا وتلاقينا معاه أنا ذاك في واحد المكان يعني هنا فين حصل لي الشرف تتلقيت مع صلاح الدين الغماري رحمه الله. لهذا اللي بغينا نوصله الإخوة المستمعين والمشاهدين والمتتبعين لقناة أصحاب البصائر بأن الله سبحانه وتعالى إذا بغى يرفعك راه كيرفعك. إذن باش كيرفعك الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح وبالإخلاص. الإخلاص والعمل الصالح ملي تيكون عندنا الإخلاص يعني في العمل ديالنا وكيكون العمل ديالنا كذلك صالح الله سبحانه وتعالى كيرفعه. أنا سمعت واحد العديد من الناس منهم الجيران ديالنا بكاو سمعت العديد من الناس من غير الجيران ديالنا بكاو يعني على الوفاة ديال هذا السيد. شوف القبول اللي عطاه الله سبحانه وتعالى لمثل هذا. فأعدوا إخواني المستمعين والمشاهدين الكرام يعني لهذا الشيء اللي خصنا نستعدوا يعني ماشي أنه مات سي صلاح الدين الغماري رحمه الله يعني ماشي أنه توفى وحنا نديروا التصور ديالو والفيديوهات ديالو باش نجيبوا المشاهدات في القنوات ديالنا ونجيبوا الأقوال ديالو في القناة ديالنا. لا سيد توفى إذن خصو يكون لنا حنا عبرة خصنا حنا نستفدوا من الوفاة ديالو خصنا نستفدوا من العطاء ديالو خصنا حنا نكونوا بحالو من اللي نموتوا حتى حنا نخليو اللي يترحم علينا واللي يقول فينا الخير. هذه هي الفائده اللي غنستافدوا منها. اما باش ندخلوا للمتاهات لا شي كيقول لا ما ماتش بالسكته القلبيه على حسب ما كنسمع يعني في الاعلانات المزيفه الغير الموثوقه لا مات كذا لا مات كذا. المهم انتقل الى عفو الله. الله سبحانه وتعالى اختاره لنفسه واصطفاه لنفسه. السيد مشى عند الله عز وجل كما غنمشيو كاملين. إذن هنا شنو بقى لنا؟ بقى لنا أنه نكونوا نقتديو به في العطاء ديالو للشعب المغربي قاطبة ويعني والأميين يعني شحال من مجموعة من البشر استفدوا منه. يعني هانتوما كتشوفوا يعني بعض الناس اللي كيتهموا القنوات يعني الفضائية بأنهم ما مزيانينش وكذا شوفوا غير هاد السيد الرسالة اللي وصل للمجتمع. إذن حنا خصنا نكونوا بحالو في إيصال الرسالة للمجتمع. إذا كنقدم مرة أخرى التعازي ديالي أنا والأسرة ديالي وكذلك الطاقم اللي كيرافقني في قناة أصحاب البصائر
الأسرة الكريمة ديالو وكذلك القناة الثانية والشعب المغربي. مع تحيات مسجلات الحلقة الأخت نهيلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.